بداية، إيش الفرق بين الحب قبل الزواج وبعد الزواج؟ أكيد أن في فرق شاسع. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم إتاحة الفرصة وشكرا للسادة المشاهدين والمستمعين. لما نقول الفرق ما بين الحب ما بين الزواج وما قبل الزواج وبعد الزواج، نتكلم لنفس الشخص اللي راغب في الزواج، لكن اللي فهمته أو اللي ممكن يفهمونه كثير من الناس أنه في فئتين، في فئة ناس راغبين في الزواج يبحثون عن حب لأجل أن يتزوجون، في فئة ثانية غير محددين الأهداف وما في استراتيجية واضحة، هذول ماشيين بس عشان يعبي فراغ عاطفي أو تجوفات عاطفية قديمة. الفئة الثانية هذه هي اللي فيها المشكلة، هم اللي عادة ينجرحون ويتألمون، ومع الصدمات اللي ممكن يمرون فيها تتكون عندهم معتقدات مشوهة عن الحياة، أنه مثلا أني أنا غير محبوب، أو أن الحياة ظالمة، أو أنه مثلا ما في أحد يستحقني أفتح له قلبي مرة أخرى. الفئة هذه كل فئة اللي عندها تجوفات عاطفية، صدمات في الطفولة، فراغات، فبحثت عن شخص يعبي هذا الفراغ. فهذه الفئة يصير عندها عقد بعد. اي هذه الفئة احنا مو مجالنا. لما نجي نتكلم عن الفئة الأولى اللي يقول أنا أبغى أرتبط بس إني أبغى أحب أول بعدين أتزوج. هذا عنده دراسات، هذا ممكن يكون ماشي على بلان طويل الأمد. طيب أنت ذكرت إنه أحد ممكن، بسألك عن الدوافع، لكن ذكرت واحد منها قبل شوية ممكن يكون فضاوة، تعبية وقت. إيش هي أبرز الدوافع؟ أبرز الدوافع اللي نسميها رضاعة ماما. رضاعة ماما فكرتها أنك أنت مثلاً عمرك 5 سنوات. هذا مصطلح علمي ولا؟ هو الصورة عشان يحفظونها المشاهدين. ايه؟ واحد ماشي مع أبوه ولا مع والدته وشاف حلاوة، قال لأبوه بابا أبغى حلاوة، فأبوه طالع فيه كذا ومشى وخلاه، فصار في داخله تجوف أني أنا أحتاج اهتمام. فهذا الشعور اللي ما تعبه هو يبحث عنه في شكل شخص يقول أن هذا الحب، فهو مش الحب، هو الفراغ اللي تبغى تقفلها من الحلاوة أو من اللعبة اللي ما أخذتها عندما كنت مع رضاعة ماما. هذه هي الفكرة. يعني هذا فئة الناس اللي يبحثون عن حب لأجل أنه يعبي فراغ. هو مو فراغ بمعنى فراغ، بمعنى أنه هو صدمات وفراغ، يعني تجوفات قديمة احتاج أنه يعبيها على شكل أشخاص.